أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. لا، لن أدعك تغسل رجلي. إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. يا سيد، لا تغسل فقط رجلي، بل أيضا يدي ورأسي أيضا. الذي قد اغتسل هو طاهر كله، ليس له حاجة إلى غسل رجليه، وأنتم طاهرون. ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمة، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا. أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لي أنني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا تصنعون أنتم. الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه.